حكم تغيير بياض الشعر بالسواد الخالص؟ السواد لا يجوز، ولكن بالحمرة والصفرة لا بأس، أما تغيير بالسواد الخالص لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، كما صح في صحيح مسلم لما رأى والد الصديق قد أصابه الشيء ورأى رأسه والحيطه كالثلامة بياضا فغيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وفي سنة أبي داود وسند أحمد في سنة جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان قوم يخذلوا بالسواد كحواصل الحمام لا يحون رائحة الجنة، وعيد سبيل. والمقصود أن الخضاب بالسواد لا يجوز، أما إذا خضب بسواد مخلوط بالحمرة فلا بأس، أو بالصفرة أو بأحمر خالص أو بأصفر خالص فلا بأس، هذا سنة، غير الشيء سنة لكن غير السواد.